كل وقت وليه ليه حد اللي بيظهر فيه وبيبقى هو الأفضل، إنما على مدار التاريخ مسألة صعبة، يعني مسألة صعبة، لأن في لعيبة فنيا مميزين جدا ولكن ما حققوش أرقام، فبالتالي ما أقدرش أقول إن هو ده الأفضل. وفي لعيبة حققت أرقام بس فنيا ممكن ما تكونش على مستوى عليه، بس 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 لا، لعيبة يعني ليها تاريخ كبير، فالمسألة صعبة. وإن كان أنا ممكن أقول مثلا حسام حسن من الأفضل اللي تعاصره أجيال كتير قوي ولعب مع أجيال كتير وحقق مع المنتخب وصول كاس عالم وبطولات أفريقية، فالأفضل. وبالأرقام وبالاستمرارية وبتحقيق الإنجازات والنجاحات يدخل معهم أكيد عصام الحضري.